وهذه أسابيع حنا تنتكلموا على لا مالادي سيلياك أو الحساسية ضد الجلوتين. كنطلبت منك دكتورة ماريا بن جلون أنك تعاودي مرة أخرى تبتكري لنا وتبدعي لنا في بعض المأكولات بدون جلوتين، واللي ما شاء الله جبتي لنا تبلة كلها متشكلة، فشكرا لك أولا على تلبية هذه الرغبة هذه. وحنا دائما يعني تنحاولوا نعطيو معلومات. الله يجازيك بخير. صحية. كنا تكلمنا بأن يعني مواد بدون جلوتين تبقى غالية شي شوية، ماشي في المتناول ديال الجميع، فاليوم جبتي لنا وصفات اللي كل واحد يقدر يصوبها في البيت ديالو. في البيت ديالو. دونك ما نعاودش نهضر على لا مالادي سيلياك، هضرنا على بزاف. داك لا مالادي هي داك الفيلوزيتي ما تيتمحاو، والذات ما تتستافدش فيتامينات والمكونات الغذائية. المكونات الغذائية. دونك الحاجة الأولى، كاين جوج الأنواع، كاين لا مالادي سيلياك اللي خص الجلوتين نهائيا ولو لي تخاس، وكاين اللي تيعمل اون انتوليرونس او جلوتين. تنجبرو سيرتو عند الدراري ما بين 6 شهور حتى العامين اللي تيلاه تيبداو ياكلوا، او ما بين سيرتو او ما بين 20 حتى 40 عام. انا اليوم غنهضر لا مالادي سيلياك، يعني نهائيا دونك ردوا البال، خاص شي يكون حس الجلوتين، وخا حتى في الطبيصلات اللي فوالا. دونك الناس اللي عندهم هذا المشكل، اولا يستافدوا داك الماكولات ديال اللي تنجبروا في كل موجوده، ولا تنجبروا الماكولات السريعه. بعض المرات واحد النوع من الخل تيكون فيه شويه ديال لي تراس، واحد النوع من الخل يكون فيه واحد لي تراس ديال الجلوتين. الخل واش فيه الملحه ولا لا؟ على حسب هو ما خصوش يكون فيه الملحه، ولكن باش يصبر تيديروا له شي الملحه وسي اسيد. اون فورا اون ايميسيون ان شاء الله على الخل. ما كرهتش لانك بزاف الناس يعوضوا الملحه بالخل على اساس ان الخل ما فيهش الملحه، تنخاف يكون الجهاز الهضمي وسيرتو اللي عنده امتيتيرني. دونك حاولت نهضر، حاولت نوجد مأكولات والمواد اللي سهله. غنعطيكم واحد الوصفه صغيره، حيت هذه طحين سان غلوتين تيتباع ولكن غالي، ما بين 100 حتى 150 درهم الكيلو. اذا غالي وما فيش جوستومون، ما فيش شي حاجه واعره. الكيلو دونك هذا حتى ناخذوا جوده مزيانه. دونك انا شنو عملت؟ حاولت غنعطيكم واحد الوصفه. كاين المواد اللي فيها الجلوتين، الجلوتين هي واحد البروتينات تنجبروها في البلي، وتنجبروها كذلك في الشعير. الناس تيخافوا ياكلوا الشعير حتى هي فيها في الشعير. الشوفان نقصوا منه حيت كاين واحد النوع من ذاك الجلوتين من الاحسن ما ياخذوش. والكينوا تنهضروا بزاف على الكينوا، الكينوا ما فيهش جلوتين ولكن واحد فيه واحد البروتيين. الناس اللي عندهم ذاك لي مالادي سيلياك تزيد تعمل لهم دي كومبليكاسيون وتتعطي كثير تو ديزافت في لابوش، حيت بعض المرات كيبعدوا من الشوفان وبعدوا من الكينوا. وبعض المرات لا مالادي سيلياك حتى تيكون عندنا ديزافت راه تتكون جايه من ذاك لا مالادي سيلياك، يعني عندها بزاف ديال لي كونسيكونس. دونك ناخذوا الروز دابا، غنبداو بالطحين. كاين طحين الروز، طحين ديال الذره، وكاين إيلان، هادو كلهم تنجبروهم. دونك هذا طحين ديال الذره، هذا ديال الذره، هذا ديال الروز شويه محبب، وهذا إيلان. هذا طحين الذره اللي تيتباع في باكيات، تيتباع في باكيات ونقدروا نصوبوه. انا صوبت هذا ديال الروز، وسهل سهل سهل. الروز غناخذوا بحال دابا نص كيلو ديال الروز الابيض المهرس اللي بغينا، وغادي نخليوه ثلاثه السوايع في الماء، وغادي نصفيوه، وغادي نسرحوا على واحد حياتي ونخليه واحد الساعه. ما خصوش يبس بزاف، خصو يكون هوميد، ملي نقيسوه ما يكونش رطوبه مازال. وغادي نطحنوه، ملي غادي نطحنوه غادي نغرب لهم بالغربال. ما تيخرجش معلك؟ لا تيكون باقي فاسك شويه. لا تيكون يابس، تنطحنوا في واحد جوج ثلاثه، واحد جوج ثلاثه ما نقولش لا ما واحد جوج ثلاثه. لا تيكون خصو يكون ان بتي بو هوميد، وملي تنغربلوه تيكون عندنا ذاك لا فارين ديال الروز ولا سيمون ديال الروز. وغادي نقول لكم وحده علاش تنصوبوها. الوغ الذره غادي تضحك عليا، عندي واحد رحه وساعه ساعه، ما تنديرهاش بزاف حيت خص الوقت والخاطر. ساعه ساعه والخاطر. الوغ الناس اللي عندهم هذا المشكل تيخافوا، تيقول لك ما تنبقاش نكثرتو لي ديسير. انا شفتي درت بزاف ديال لي ديسير حيت تنعجنوا بزاف. هو ذاك الجلوتين هو اللي تيعطي لذاك لاباتي ديالنا ذاك الالاستيسيتي. دونك اللي غادي يدير هاد الحلويات تنقول لهم خص يكون عندهم الصبر والوقت، حيت ما تيتجمعش هاد الشيء دغيا. ولكن انتم شفتوا تنديروا كل شيء. دونك هذا الذره، هذا الروز، هذا إيلان، وهذا اللي تنجبروا في السوق اللي غالي بزاف. اللي غالي بزاف عاد غنحيدوه، غالي بزاف. الو غادي نبداو لي زونطري ولا شي حاجه مالحه، مقبلات. دونك هذه اون كيش، اون كيش تنديروها بون تارت. انا درتها بشويه ديال الطحين ديال الذره ولا سوميل الذره، شويه ديال اللي بغى لا شاركوتري، شويه الفروماج وشويه البيض، وهي تجي اون كيش ما فيهاش جلوتين، ما فيهاش الجلوتين وصحيه.
ولذيذه ها هي والدراري والناس الكبار. وهذه مقبله مزيانه. مقبله طبعا. الو شني درت هنا دينام، الو ذاك المره هضرنا على لينام، دابا درتهم باش درتهم بهذا الورق ديال الروز. ديال الروز. مثلا نديرو بهم لينام عاده. غير ملي تنطيبوه في الفران ما تيجيش مقرمش. ما تيجيش في النار زعما جولي دو هذا. في المنظر ولكن في المذاق كاين. ولكن المذاق كاين، دونك هادو ديال الكفته، هادو ديال لي فخي دو ميغ. داكوغ، ودرت حاجة أخرى مالحة، هذاك لابيشاميل، تنعملو دائما لابيشاميل، فهمت ما نديرو لابيشاميل بهادي وشوية ديال الروز، لا فارين ديال الروز، ماشي لاشاميل ديال الروز، وتنعملو بها، ما تنديرش أنا الزبدة، تنعمل شوية ديال الحليب، تنعمل تنطيب الدجاجة. تدي لابيشاميل بلا زبدة. بلا زبدة وغير بالحليب. الحليب والدقيق. الحليب والدقيق والماء ديال الدجاج ولا اللحم اللي طيبت، وتندورها وتنعمل فيها. ريان دو تو، تندير شوية ديال الزعتر، باردون، شوية ديال القزور، شويه ديال الكوزه بالحليب البزار، وتنعمل الى بغا نديرها لي شامبينيون تنقدموها. الوغ هذا سي الروز طايب مع الدجاج ومع اون بيشاميل، تيجي لذيذ وكلا يعني، وكل شيء تيقدرها وما فيهاش الجلوتين نهائيا. واخا كنا تكلمنا في الحلقه اللي خصناها لمالادي سيلياك بان كاين معلبات تيكون فيهم الواحد يقرا يقرا دابا لي شامبينيون دو باري ما في الاحسن يشريوهم ونطيبوهم ونتهناو اللي يمكن ما كانش لي شامبينيون نبقاو نديرو الدجاج هذا يعني تيجي لذيذ. دابا غنبداو بلي ديسير، لي ديسير اللي مهمين انت شتي الوغ الحرشه كلا. الناس يبغوا الحرشه كيف غيصاوبوا الحرشه؟ سهله، درت بالعاني وحده درتها بالذره، وحده درتها بالروز، وحده درتها بإيلان. الو انا غنقول هذه الدروز وهذه الايلان ما شاء الله غير هذا تناخذ لا فارين ما تناخذش تناخذ لا سيمول عفوا وتتبقى شويه خصها تكون شويه اوميد. الو هذه هي اللي فاش كلمتينا فاش ملي تنغربلو بالغرب الى عندنا الغربه حين تيهبط لتحت واللي تيبقى شويه ديال لا سيمول بحال السميده ديالنا غير خصها تكون ماشي ديال جايه من القمح ومن لي ديريفيت القمح. دونك هذه باش تنوع وسهله، هذه خصها الوقت باش تجمع ولكن فيها النافع. فيها هذه فيها النافع. هذه فيها النافع. الخبز الذره كانت تدير لنا ماما تصيفطوا في الفران شحال هذه. هذه الذره والنافع. طبعا حيت دابا ما غاديش نهضر على الناس اللي عندهم مرض سكري درت شويه ديال السكر. هذه فيها ماشي مشكل بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه للجلوتين ياكلوا السكر. ياكلوا السكر اذا ما عندوش ممتازه جديده جديده بزاف. حيت مولي الحساسيه للجلوتين اذا ما ردوش البال وعملوا ذاك الامراض تيكون عندهم لوستيوبورو تيكون عندهم ليزانيمي يعني تيكونوا عيانين ما تينافسوش يعني المشاكل كلها تقريبا تجي. هذه مصوبه بالروز باش مصوبه بشويه ديال القرقع وشويه ديال الزبيب. دونك هذه بالحلاوه تاعها. هذه بالحلاوه تاعها. وهذه إيلان مصوب بزيت العود والزعتر والزيتون ما شاء الله. دونك كل واحد غادي يختار تيتجمع لك تيتجمع. شوف خص الواحد يكون عنده هذا يكون عنده الخاطر. تدير لهم ديمول؟ تنعمل ديمول ولكن الخاطر باش تيتجمع. كنت واحد المره هضرت على لي بيتزا ديال لي بوشيش ديال الحموص والناس يقولوا ما تتجمع لهمش، خصها تجمع بشويه بشويه. حنا تنجمعوا ونديروا شويه الماء شويه الماء شويه الماء حتى تتقبط مزيان وتنطيبوها نص طاب عاد تنديروا فوق منها. وهنا في الحرشاش كيفاش تديري؟ هذه الحرشه تنديرها بحال دابا، هذه درتها مع الحليب، هذه درتها مع الماء، وهذه مع الماء. الحرشه ديالنا بشويه ديال الزبده طبعا. الحرشه ديالنا عاديه عاديه وتتجمع لك تدير عمود ولكن خليتهم يفزكوا شويه تجي شويه يفازك. دونك خصنا ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وتنصبوها. خص الخاطر بحال دابا غير هادو سي توت اون سواري دو طرافاي ولكن لو ريزو بعد وتنقدروا نخليو في الكونجيلاتور. الكونجيلاتور داك الناس اللي عندهم مشكل ديال الجلوتين. دونك حيت نشكرك بزاف لاله مريم بالجروح حيت نعرفك وخذ وقتك بزاف ما بين الخدمه ديالك وما بين الصباحيات وما بين الامومه ديالك وشنو نعيطوا لها الجداوه ديالك ما شاء الله عليك انت جدة ومع ذلك تلقي لنا الوقت باش توجدي لنا كل المشاهدين اللي محتاجين الوصفات بحال هذه. الو غادي ندوزو لي كريب تيخافوا من لي كريب. انا بالعاني هذه ما عمرتهاش، هذه مصوبه بشويه ديال الروج وشويه ديال الذره ما شاء الله عليك ما فيهاش طحين. ما فيهاش طحين. دونك هذه بحال دابا هذه عامره بالشوكولات، هذه عامره بشويه ديال العسل، هذه بشويه الكراميل، دونك لا غرانيش او نديرهم مالحين. دونك هانتين هذه اون كريب ما فيهاش نهائيا طحين ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بالمقومات ديال لي كريب ديال لي كريب فيها شويه ديال الوغ كلشي مصاوب غير بالروز والمايس غير هذا اللي فيه ايلان وهذا. دونك هذا سي دي ايلان ايلان سي لا مزيان. هذا سي تنقول لهم دي فوندون حيت برد ما بقاش هنا بزاف فوندون مي هانتين هذا مصاوب غير بشويه ديال الذره الشكلاط البيض شويه ديال الحليب ما شاء الله عليك شويه ديال لوفور حيت نفخو شي شويه ياك. هذا ما درتش فيه لا لوفور. الوغ لا لوفور من الاحسن ناخذو ديالنا البلديه اللي ما فيهاش تديرها في الحلوه
تنقدروا نديروا شويه في الحلبه، حيت داك لا ليفيغ سانتيتيك تنخاف من الجلوتين، تنخاف منه. ما شكاوش فيها الجلوتين ولا لا، ولكن هذا ما فيش نهائيا لا ليفيغ. واضح. حتى هذا ما فيش لا ليفيغ، هادو سي دي كيك، دونك دي كيك بازيك درتهم في داك الكاريت باش داكشي على ما خرجوش مزيونين. دابا المشكل ما تيخرجش داكشي، انا غير يكون جديد، حنا قابلين عليه، دونك هذا شاد الشكلات وصحي. كان عندي شاد الكركاع، دونك دي كيك بازيك. الو هذا الله يخليك غدقهم سيدي سابلي، وما غاديش تقول بان ما فيهمش الطحين. درت شويه الكونفيتور، والله الا هادو ميزون زعما دي سابلي، ولكن مفرتين. دابا المشكل تيكون شويه مفرتت. سي بون سي بون، زوينين زوين. يعني حتى الحلوه البلديه نقدروا نستعملوا نصوبوها، هاد الانواع ديال الطحين ما شاء الله عليك. الوغ ابخي تنعملوا دي فون دو تارت ساهلين افيك اون كريم باتيسير. لا كريم باتيسير تنديرها بالروز وشويه الحليب شويه الابيض والفواكه. دابا هادو الفواكه ديال دابا هذا دائما، هذا ماشي السكر، حيت ما تنبغيش نعمل السكر. هذا اللوز مطحون، دونك هادشي كله سو سون دي ديسير. الناس يعني ما تيحسوش براسهم عندهم ذاك النقص. وغادي نكمل هذا ان كيك غير بإلان. إلان هذا بوغ ديابيتيك، وهنا درت شويه ديال السكر كلاص مرضوش بوغ ديابيتيك وبوغ لي مالاد سيلياك. فيه شويه ديال التفاح، شويه ديال الكركاع، إلان، شويه ديال البيض، وما فيش الشكلاط، راه غير اللون ديال إلان هو اللي خرج هكذا. انت ما شاء الله عليك، سيت ان كيك قطعتو قدامكم، دونك يا اوكان ما فيش نهائيا. غير قلت لك تيتفرت. دابا المشكل ملي ما تيكونش الجلوتين تيتفرتو دغيا. يلا لا حنا مبارك الا لقينا وصفات بحال هادي، سورتو بالاطفال الصغار اللي تيحسوا براسهم محرومين طبعاً من الحلاوه ومن لي ديسير. فهذه كلها افكار نتمنى انها توصل لكل البيوت. غير الله يخليك اللي غادي يمشي ياخذ الا يمشي يطحنوا على يديه على يدو، وداك اللي غادي يطحنوا واحد النهار قلناها يطحنوا شاد الان وحيدوه، وعاد يعملوا طحنه اخرى عاد ياخذوها. حيت حتى لي تراس الناس اللي عندهم لا مالادي سيلياك، حتى لي تراس راه تقدر تسبب لهم بالمشاكل. وبالصحه والسلامه. الله يعطيك الصحه لاله ماريا بن جلون، شكرا لك بزاف. بقاو معنا مشاهدينا، نمروا اللحظه للفقره المواليه.